حذر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري من مخاطر الحريق في معمل كبريت المشراق، مؤكدا أنه سوف يمتد إلى مناطق أوسع ويسبب كوارث بيئية وصحية ما لم تتم السيطرة عليه بشكل سريع. بدأ الحريق في كبريت المشراق، وهذا الحقل يعني عبارة عن مساحة بحدود 25 ألف متر مربع، وبدأت الحرائق بالحشائش وانتقلت إلى مخلفات الكبريت التي هي أكثر من 1 مليون طن، واستطاع الأهالي والدفاع المدني من عدم الوصول إلى مخلفات الكبيرة، لكنها وصلت إلى الآبار الكبريتية، ولحد هذه اللحظة الآبار الكبريتية وكذلك الكبريت المنتشر في مساحات واسعة يحترق، وسبب إلى انبعاث غازات سامة انتشرت في جميع مناطق جنوب الموصل، والآن لدينا العشرات من حالات الاختناق والنزوح بالكامل من القرى. إذا لم تستطع الحكومة أن تقوم بما يلزم تجاه هذا الموضوع، عليها أن تستعين بالمجتمع الدولي.